الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قاله العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير. سبحانه سبحانه، واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعالى عن المكان وتعالى عن الزمان، إذ أنه خلق المكان والزمان. قهر الزمان بالأولية، فهو الأول الذي ليس بعده، ليس قبله شيء. وقهر الفناء بالآخرية، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء. كما أنه قريب في بطونه، بعيد في ظهوره، فهو الظاهر لكل شيء، إذ لولا ظهوره ما ظهر شيء. وهو الباطن لكل شيء، فهو أقرب إليك منك، بل أقرب إليك من حبل الوريد. قريب في بعده، بعيد في قربه، لأن المسافات لا تؤثر فيه، إذ هو المؤثر في كل شيء ولا يؤثر فيه شيء. أشهد أن لا إله إلا الله، علام الغيوب، بيده ملكوت كل شيء، يجير ولا يجار عليه، لا يحدث في ملكه إلا ما أراد، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، سيد المرسلين، وخاتم النبيين، وإمام المتقين، أول الخلق على الإطلاق من حيث الروحانية، وآخر الرسل إرسالا من حيث البشرية، فاجتمعت فيه الأولية والآخرية. من حيث الروحانية، هو سبب ظهور المظاهر، إذ لولاه ما ظهر شيء، فهو واسطة الظهور، وهو البرزخ بين البطون والظهور، وبين الأحدية والواحدية. فالأحدية تقتضي البطون، والواحدية تقتضي الظهور وتقبل النسب. وبالتالي فنبينا من حيث الروحانية هو البرزخ الذي به بطنت الأحدية وظهرت الواحدية، ومن خلال الواحدية ينسب إليها كل مظاهر الظهور، فأينما تولوا فثم وجه الله. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، شجرة الأصل النورانية، ولمعة القبضة الرحمانية، وأفضل الخليقة الإنسانية، وأشرف الصورة الجسمانية، ومعدن الأسرار الربانية، وخزائن العلوم الاصطفائية، صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية. من اندرجت النبيون تحت لوائه، فهم منه وإليه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله، عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت، من يوم خلقت وأفنيت ما أردت. اللهم الطف بنا لطفا جميلا جليلا رحيما، كما لطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وعرفنا بحبيبنا المصطفى معرفة كاشفة لفضائله وفواضله، نسلم بها من موارد الجهل به وبالله في مخارج الأمر ومداخله، ونكرع من عيني، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما بعثت رحمة مهداة. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله،
في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وما ولدت إلى يوم الدين، وعن سائر صحابته أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم يا رب العالمين، ولا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. في آخر جمعة من شعبان علينا أن نهتم بفقه الصيام، لأننا مقبلين على عبادة هامة، ركن من أركان الدين، وهو صيام شهر رمضان. وإذا أقبلت على عبادة أيها المسلم، عليك أن تعرف أحكامها وأن تتعلم شروطها وآدابها، لأن الإنسان إذا هجم على العبادة دون أن يتعلمها تكون نيته غير كاملة، لأن من شروط النية العلم بالمنوي. فإذا نويت الصيام لابد أن تعلم ما هو الصيام، ما هي أركانه، ما هي مبطلاته، وما هي شروطه وآدابه، حتى تدخل على العبادة بعلم. فإن عبادة العالم أفضل من عبادة الجاهل كما بين السماء والأرض. الجاهل قد يقع في بطلان عبادته دون أن يدري، ويتلبس ببطلانها دون أن يدري، ولذا وجب عليه أن يدري وأن يتعلم. فإن الصيام فرضه الله على المسلمين في كل عام شهر، وحدد هذا الشهر، لم يتركه لنا عبثا، نختاره كيف نشاء، أو كل يختاره حسب ظروفه، ولكن جعل شهر واحد في العام محدد للأمة كلها تصوم، لأن كلما كانت العبادة جماعية كلما كانت أفضل وكلما كانت أيسر. فإنك إذا صمت في الأيام العادية غير رمضان تجد بعض المصاعب، لأنك تجد غيرك مفطر وأنت صائم. أما إذا صمت رمضان تجده يسيرا حتى في الأيام الحارة. لماذا؟ لأن الكل صائم. وإذا عمت العبادة على الناس جميعا تعاونوا عليها فسهلت عليهم. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر، أي شهد الشهر مقيما صحيحا عاقلا عالما بالشرع الشريف مختارا غير مسافر ولا مريض، هذه شروط الفرضية. من شهد منكم الشهر، أي حيا صحيحا مقيما غير مسافر، وكذلك سليما غير مريض، وكذلك صالحا للعبادة، لأن المرأة لا تصلح أن تصوم وهي حائض أو نفساء، عاقلا لأن العقل مناط التكليف فلا يكلف مجنون، بالغا لأن البلوغ شرط الوجوب، وإن كان يصح الصوم من غير البالغ إن كان مميزا يصح، ولكن لا يجب عليه. وبالتالي هذه القيود لابد أن تتعلمها من خلال الفقه، عندما يقول لك: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فتعلم الأمر موجه لمن. فهل توفرت الشروط فيك فصرت مشرفا بتوجيه الأمر إليك، لأن التكليف يكون مصحوبا معه التشريف؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والأمر هنا للوجوب، الأمر أصل الأمر للوجوب، ولكن قد
يفهم منه معاني أخرى لقراء أخرى، فقد يكون للإباحة كما يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فهذا للإباحة. لكن إن كان الأمر متعلق بعبادة ولا يوجد قرينة صارفة له عن الوجوب، فيحمل للوجوب قولا واحدا طالما متعلق الأمر بعبادة. والصيام عبادة وليس عادة، العادة الأكل والشرب، أما الامتناع عن الأكل والشرب فغير عادة، وبالتالي يكون الامتناع عن الأكل والشرب بنية مخصوصة عبادة، وتكون كل أمر متعلق بالعبادة بغير قرينة صارفة عن الوجوب يحمل على الوجوب قولا واحدا عند علماء الأصول، وبالتالي فليصمه الأمر للوجوب. إذن حكم صيام شهر رمضان لمن توفرت فيه الشروط يجب عليه الصوم، ومعنى يجب أنه يأثم لو أفطر، ومعنى يأثم لو أفطر أنه يستحق العقوبة، وبالتالي وجب عليه أن يصوم. مدة الصوم تبدأ من طلوع الفجر الصادق، لأن هناك بعض البلاد تؤذن أذانان للفجر، أذان قبل طلوع الفجر الصادق وأذان عند طلوع الفجر الصادق، فيبدأ الصوم عند طلوع الفجر الصادق وهو الأذان الذي تصلي به صلاة الصبح. بمجرد أن يقول المؤذن الله أكبر همزة الله وجب عليك ألا تبتلع شيء، فإن كان في فمك شيء لا تبلعه، ومن قال لك خلاف ذلك فهي آراء مرجوحة ضعيفة، فلا تعبد الله بالآراء الضعيفة. وبالتالي بمجرد أن يقول المؤذن الله أكبر صلاة الفجر معناه لا تبلع شيء إلا ريقك غير مختلط بأجنبي، الريق فقط إن كان اختلط بأجنبي يعني اختلط بطعم آخر عليك أن تدفله وتتمضمض وتتخلص من الطعم المصاحب للريق، فلا تبلعه بمجرد أذان الفجر حتى تدخل في العبادة صحيحة. ينتهي الصوم بغروب الشمس أي بأذان المغرب، وعلى كل إنسان أن يراعي فرق التوقيت الذي يكون فيه، فإن كان مثلا في المقطم وهي هضبة مرتفعة فالأذان يؤذن على اعتبار الهضبة السفلية وليس الهضبة المرتفعة، وبالتالي إذا سمعت الأذان في الإذاعة فهو أذان عموم القاهرة وليس المرتفع فيها، والمرتفع يرى الشمس لم تغرب بعد، والذي في أسفل يرى الشمس قد غربت، وبالتالي عليك أن تنتظر لحظات، إذا كنت في مكان مرتفع تنتظر لحظات حتى تتثبت من غروب الشمس. بمجرد أن يختبئ حاجب الشمس في الأفق حل للصائم أن يفطر، بل يستحب أن يعجل بالفطر. والصيام يكون بالامتناع عن كل داخل في جوف معتاد، كل داخل في جوف معتاد، الفم جوف والشرج فتحة الشرج جوف، ثقب الأذن جوف، ثقب الأذن والأنف جوف، وبالتالي نقط الأنف داخلة تفطر، نقط الأذن داخلة في جوف معتاد أي خلقه الله، معتاد بمعنى أي خلقه الله يعني في الخلقة السليمة. الإنسان له تجويفات خلقها الله، تجويف الفم وتجويف النفس وتجويف السمع وتجويف الدبر وتجويف مجرى البول، وبالتالي كل داخل لجوف معتاد حتى ولو لم يكن طعاما ولا شرابا وغير مغذي يفطر، وبالتالي اللبوس الشرجية تفطر لأنها تدخل في جوف معتاد، وقسطرة البول تفطر، من احتاج أن يركب قسطرة في مجرى بوله بسبب انحباس بول في نهار رمضان يعلم أنه مريض ولا يأسم، وأنه بإدخال القسطرة أفطر في هذا اليوم وعليه إعادة اليوم عندما يبرأ من مرضه ولا يتأثم، لأن المريض عنده عذر وله ثواب ما فعل كأنه فعله في رمضان، ولا يأخذ بالآراء الضعيفة. وكذلك أنبوبة النفس التي يضعها
أطباء التخدير للمريض داخل تجويف فمه فتدخل في القصبة الهوائية ولا تدخل في البلعوم مجرى الطعام، تفطر، لأن القصبة الهوائية تجويف جوف خلقه الله. وبالتالي الرذاذ الذي يكون من البخاخة لمن يصاب ببعض الحساسية في صدره يدخل في تجويف النفس يفطر، وكذلك الدخان يدخل في تجويف النفس يفطر، لأنه يدخل في جوف معتاد، فكل ما دخل في جوف معتاد يفطر ولو كان غير مغذي، لا يشترط أن يكون مطعوما أو مشروبا، قد يكون دواء وقد يكون حتى ليس بدواء، ولو حصاة صغيرة أخذها فتناولها وابتلعها أفطر. فالإفطار يكون بالدخول بالداخل، ونقد الوضوء يكون بالخارج. الوضوء ينتقد بالخارج والصوم ينتقد بالداخل. وبالتالي التبول، التبرز، خروج الريح أثناء الصيام لا يضر، لأن هذا كله خارج. والقيء إن كان غير متعمد لا يفطر الصائم لأنه خارج. أما من يتعمد القيء بأن يدخل إصبعه في حلقه فيتقيء أفطر، أفطر لأنه أدخل إصبعه في حلقه فأفطر بالداخل لا بالقيء نفسه، ولذا تعمد القيء يفطر. وبالتالي عند المضمضة والاستنشاق للصائم عليه ألا يبالغ في المضمضة فيسبقه الماء فيبتلع، وألا يبالغ في الاستنشاق حتى لا يسبقه الماء فيدخل إلى جوفه من خلال خياشيمه. كل هذه أداب نبوية شريفة بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث وفي سنته العظيمة صلى الله عليه وسلم، ليعين أمته على عبادات صحيحة. فإن الله لا يقبل العبادة إلا إذا كانت صحيحة، ولا يقبل الصحيح من العبادة إلا إذا كان خالصا لله، ولا يبدأ الخالص لله إلا إذا كان مصحوبا بالأدب. فهي شروط فوق شروط، لابد أن تحصل الصحة ثم تحصل الإخلاص مع الصحة ثم تمارس الأدب مع العبادة حتى تقبل. وبالتالي الذي يمتنع منه الصائم هو كل داخل إلى جوف معتاد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وكذلك يمتنع عن جماع النساء ومقدمات الجماع، فلا يقبل بشهوة ولا يلمس زوجته بشهوة، فإن جامع زوجته في نهار رمضان فقد أفطر وارتكب جرما عظيما وعليه الكفارة العظمى إذا كان عالما بالتحريم متعمدا ذاكرا. لكن افرض إنسان ذاكرته ضعيفة، أصاب بدرجة من درجات خرف الشيخوخة، لأنه مثلا عنده ألزهايمر، والألزهايمر بنسميه احنا خرف الشيخوخة، درجات. أحيانا الإنسان ما يكونش في كمال الخرف لكن ذاكرته ضعيفة، إذا سألته بعد ساعتين من إفطاري ماذا أفطرت يفكر كثيرا حتى يذكر لك. لو قابل إنسان وبعد ساعة سألته من قابلت يفكر كثيرا فينسى. إن كان ناسيا وجامع زوجته وهو ناسيا في نهار عليه الامتناع مباشرة بمجرد التذكر، ولا إثم عليه لنسيانه، وعليه كفارة صوم واحد وليس الكفارة العظمى وهي صيام شهرين متتابعين لعذر النسيان، لرحمة الشارع بالمكلف. فالشارع لا يشد أحكامه على المكلف إلا إذا كان عنده التعدي، ذاكر عالم يريد أن ينتهك الأحكام، إذن يعاقب، فيعاقب عقوبة حتى يمتنع ويرتدع. وهناك من النفوس لا يردعها إلا الشدة، وبالتالي لابد أن يمتنع عن شهوتي البطن والفرج كما يقول الفقهاء إجمالا، وإن كان الكلام فيه تفصيل، لأن الدواء ليس فيه شهوة للبطن لكن أيضا يفطر، وإن كان ليس فيه شهوة دواء مر ولكنه يفطر. إذن قول الفقهاء شهوتي البطن والفرج كلام إجمالي يحتاج إلى تفصيل وشرح، لأن ممكن الإنسان يفطر بشيء غير مشتهى،
كالدواء وغيره. لما قلنا الداخل في كل تجويف معتاد أي خلقه الله، إذن لو فرض أن إنسان عنده تحويل مجرى براز بسبب عملية جراحية في بطنه، فصار يتبرز في بطنه، فأدخل لبوس في هذا التجويف، لا يفطر به، لا يفطر به لأنه ليس معتادا. فإن كان هذا التحويل مع بقاء المعتاد موجود الاثنين شغالين، التحويل مع المعتاد شغالين الاثنين، يبقى في الحالة دي لا يفطر لو أدخل فيه قولا واحدا. وإن كان مع انسداد المعتاد وصار هو الذي يخرج من بطنه فقط، فيه خلاف بين الفقهاء، لأنه صار حكمه حكم المعتاد. فالبعض يقول لا يفطر لأنه ليس معتادا، والآخر يقول لأنه حل محل المعتاد والحكم ينتقل للبدل، كما قلنا في القمعة السابقة أن القاعدة أن الحكم متعلق بمحل، فإن زال المحل وله بدل انتقل الحكم للبدل. إذن الحقنة التي تدخل في الجلد، فالجلد ليس تجويفا معتادا، فالحقن التي تؤخذ سواء تحت الجلد أو في العضل أو في الوريد لا تفطر ولو كانت مغذية. ولو كانت مغذية، يعني لو فرض أنك أخذت حقنة لحمة مرقة، في مرقة حقن، في مرقة حقن، في سوائل تسمى سوائل أحماض أمينية يعطاها المريض للتغذية عن طريق الوريد، كأنك تعطيه لحمة ولكنها أو غذاء ولكنه مهضوم، فإذا أدخلته في الوريد وهو غذاء لا يفطر. لماذا؟ لأنك أدخلته لا في جوف معتاد، لا في جوف معتاد. وبالتالي كثيرا من الناس يسألون الحقن تفطر أو لا تفطر، فبعض الفقهاء غير الأطباء يقولون إن كانت مغذية تفطر وإن كانت غير مغذية لا تفطر. هذا كلام ليس صحيحا، لا عبرة بنوع الدواء، العبرة بمكان الدخول. إذا كان داخل لجوف معتاد كالحقنة الشرجية مثلا، دي جوف معتاد، إذا الحقن الشرجية تفطر، لكن الحقنة التي عن طريق الجلد لا تدخل في جوف معتاد لأنك أنت لست مجوفا. حتى إذا كانت في الوريد، فالوريد ليس تجويفا يدخل فيه الهواء، بل تجويف ممتلئ بالدم، وبالتالي ليس جوف. الجوف عند الشرع هو ما امتلأ هواء، لأن بعض الناس يقول وعاء دموي، فالوعاء الدموي أيضا له تجويف ولكن ممتلئ بالدم، إذن ليس جوفا عند الفقهاء وجوفا عند الأطباء. إذن تحتكم أحيانا تختلف أوصاف الشيء على حسب الواصف، إن كان فقيه وإن كان طبيب. وبالتالي لا داعي لأن تسأل دار الإفتاء كثيرا، كل رمضان يسألوا نفس الأسئلة وكأن الناس تنسى. والأمر بسيط، أي جوف معتاد؟ وهل العين جوف؟ فإذا وضعت قطرة عين في عيني أفطرت، خصوصا أنها قد تدخل في القناة الدمعية على جانب العين فتشعر بها في حلقك، فهل قطرة العين تفطر والعين جوف أو ليست جوف؟ خلاف بين الفقهاء، ذهب الشافعي أنها ليست بجوف، العين ليست بجوف لأنك لا تستطيع أن تدخل يدك فيه. قالوا حتى ولو شعر بطعمها في حلقه لا يضر، هذا كلام الشافعي. والمالكية قالوا خلاف الشافعي، قالوا قطرة العين تفطر. إذن ماذا تفعل أنت مع الخلاف الفقهي أيها المسلم وأنت لست فقيها؟ عليك الاحتياط، الخروج من الخلاف مستحب، وبالتالي عليك أن تتجنب قطرة العين فترة صيامك احتياطا. لماذا؟ خروجا من خلاف المالكية. لكن الشافعية لهم وجهة نظر، لأنك لو سرت في مكان فيه غبار ورائحة قد تشعر بطعم رائحة الشيء، كمن يسير مثلا في حارة العطارين أو شارع العطارين، فأحيانا شارع العطارين تشم رائحة العطارة فيحدث عندك سعال،
ثم تبتلع ريقك تشعر بطعم العطارة في حلقك. والكل قال أن هذا لم يفطر، أن هذا لا يفطر، هذا الفعل يعني سيرك في حارة العطارين أو شمك لشيء له رائحة، فالرائحة تذوب في حلقك مع الريق فتصير طعما، أن هذا لا يفطر الصائم. وبناء عليه ذهب الشافعي أن العين ليست بجوف ولو شعر بطعمها في حلقه، قياسا على هذا، هذا رأي الشافعي. وأنا شافعي ولكن أحتاط، ولا أستعمل قطرة العين ولا أنصح بها خروجا من خلاف المالكية. فوجب عليك أن تحتاط. والمسلمون تربوا على قاعدة نشرها بينهم علماء الأزهر، الناس العوام يقول لك الاحتياط واجب، هذه كلمة عامية يقولها الناس حتى على المقاهي. لماذا؟ لأن الاحتياط واجب شرعا، فهي مثل شرعي انتشر عند الناس، أي الاحتياط واجب شرعي، وجب عليك أن تحتاط إذا اختلف الفقهاء في أمر ألا تفعله أصلا حتى تصير عبادتك صحيحة 100%. إذن الصيام هو الامتناع عن كل داخل أو عن شهوة الفرج في جو داخل في جوف معتاد. ثم إن شاء الله في الخطبة الثانية نتكلم عن الإخلاص وعن أداب الصيام، كل ذلك استعدادا للصوم. فإنك إذا شرعت في عبادة لابد أن تستعد لها بتعلمها. فإذا شرعت مثلا للحج وقدمت للحج ووقع الاختيار عليك والحمد لله، عليك أن تشغل نفسك في الشهر الذي قبل أن تسافر للحج بدراسة وتعلم فقه الحج والعمرة، ولا تقول أحج مع الناس فيقع في مشكلات كثيرة ويكتشفها عند عودته ولا يستطيع أن يعوض. وبالتالي وجب على كل مسلم إذا شرع في عبادة أن يتعلمها، حتى إذا أراد الشاب أن يتزوج والشاب أن تتزوج، فالزواج عبادة شرعية لها قيود وأحكام، فوجب على كل شاب أن يتعلم أحكام الزواج وشروط الزواج وواجبات الزواج، وكذلك كل شاب حتى يدخل على العبادة يعلم ما هي حدودها. فإذا أراد أن يطلق فالطلاق أيضا حكم شرع، فعليه أن يتعلم كيف يطلق، لأن الناس تطلق بالانفعال وليس بالعلم، والطلاق بالانفعال يؤدي إلى الندم، لكن الطلاق بالعلم لا يؤدي إلى ندم، ولا يحتاج إلى أن تذهب لمفتي، لأنك تكون واضح مع نفسك. إذا جمعت مالا ووجب عليك الزكاة، وجب عليك أن تتعلم أحكام الزكاة وما هي حدود النصاب والكمية التي أخرجها وإلى من تخرج، وهكذا في كل عبادة. فنسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، فلا بد للعبادة الصحيحة إن كانت مطابقة للشروط والأركان أن تكون خالصة لله. فما هو الإخلاص؟ الإخلاص لخصه النبي في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعليك أن تجعل نيتك في عبادتك خالصة لمولاك، وألا تنظر أن يكون من وراء ذلك أمر آخر. فلا تصوم مثلا من أجل أن تمتنع عن التدخين، فرصة أمتنع عن التدخين فيصوم للامتناع عن التدخين، لا، صوم للعبادة والعبادة تؤهلك للامتناع عن التدخين.
ولا تجعل هدفك من الصيام الامتناع عن التدخين. صم للعبادة لله خالصا، وعبادة الله الخالصة تمنعك عن كل حرام، وإذا ارتقيت فيها تمنعك عن كل مكروه. ولا تمتنع في الصيام على أنها فرصة، لأن وزني زائد فأستفيد بأن أنقص وزني. اجعل صيامك لله خالصا، لا لنواحي طبية أو لنواحي عادية، بل اجعلها عبادة خالصة لله حتى تكون لله خالصة، لا ترجو منها أي شيء. فإن جاء منها أسباب نفع أخرى فتجيء من الله، لا بغرضك أنت ولا بنظر عين قلبك إليها، ولكن تأتيك من الله منحة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني أي هدف آخر. اجعل العبادة لله خالصة، خالصة يعني لا تنظر للناس فيمدحونك لأنك عابد وإلا تكون مرائيا، ولا تنظر لنفسك ترضيها بالعبادة فتصير عابدا لنفسك، ولكن انظر لمولاك الذي أمرك فأطعته. وأصل الإخلاص بعدم النظر لغير الله، لأنك إذا حققت النظر في غير الله وجدت لا يوجد شيء. الحقيقة أننا عدم، وأننا عدم نكلم عدم، وأننا تراب نكلم تراب، وأن ليس في الوجود إلا الله، لأن كل من عليها فان، فكيف تعمل حساب الفاني وهو فان مثلك، وكيف تعمل حساب الضعيف وهو أضعف منك بل ضعيف مثلك. وبالتالي من نظر للخلق ظن أن لهم وجود، والحقيقة أنه لا وجود إلا الله. فعامل الحق في الخلق، ولا تعامل الخلق بالحق، اجعل نظرك لله، وبالتالي لابد أن يكون عملك لله خالصا. ثم بعد ذلك لابد أن تراعي الآداب. ممكن يكون عملك لله خالصا وصيامك صحيح من حيث مراعاة الأركان والشروط، لكن لم تراعي الأدب. والأدب في الصيام أن تمتنع عن كل لغو، وعن الفحش، وعن التفحش، والألفاظ البذيئة، والمشاجرات التي تحدث من الصائمين. فإن شاجرك أحد أو سبك أحد فقل إني امرؤ صائم، ذكر نفسك بأنك صائم فلا ترد عليه، وتحل بالحلم والأخلاق الطيبة، وتحمل الأذى من الآخرين، هذا كله أدب. فمن صام ولم يراعي هذه الأداب لم ينالوا من صيام إلا الجوع والعطش، وبالتالي بصيامه صحيح وكان لله خالصا، إلا أنه لم يقبل لأنه لم يراعي الأدب. فعليك أن تتحلى بالأدب والسكينة وذكر الله وكثرة الصلاة والسلام على النبي طول مدة صومك، وأن تتقن عملك فتصوم ثم بعد ذلك تهمل عملك ولا تتقن عملك، فقد وقعت أيضا في إساءة الأدب في العبادة. فإن العبادة لم تأتي لتسيء العمل، بل جاءت العبادة لتعينك على العمل. وكثير من الناس يمتنعون عن الأعمال أثناء الصيام، والصحابة كانوا يتحركون، بل كانوا يخرجون للغزوات وهم صائمون، وكانوا لا يفطرون إلا يوم لقاء العدو فقط. أما مدة السفر وإن كان يباح لهم الصوم إلا أنهم كثير منهم كان لا يصوم. إذن عليك ألا تمتنع عن عملك إن كان عملك محتملا مدة صيامك، لأن السعي في طلب الرزق عبادة كبيرة، فلا تنشغل بعبادة وتهمل عبادة. فعليك أن تراعي الآداب وأن تحسن الأخلاق مع أهلك أولا، وجيرانك ثانيا، وأصحابك وأصدقائك في محل عملك ثالثا، ومع سائر الناس رابعا، ثم مع سائر خلق الله ولو كان حيوانا أو طائرا أو جماد، لأن نبيك كان أحسن الناس خلقا مع الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا على أن نؤدي العبادة على الوجه الذي يليق بجلاله
وبشرف هذه العبادة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم أهل علينا هلال رمضان هلال خير وبركة ورحمة يا رب العالمين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى الصيام والقيام وتلاوة القرآن وإطعام الطعام وحسن الأخلاق، ما حيينا يا رب العالمين. اجعل ذلك فينا سجية لك يا رب العالمين طول عمرنا، حتى تتوفانا على أكمل حال من الإيمان والإسلام والإحسان يا رب العالمين، وألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا فاتنين ولا مفتونين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا نجنا من القوم الظالمين. اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، اجبر كسرنا، اغفر ذنبنا، ارحم موتانا، واشف مرضانا، ولا تخيب فيك رجانا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة أعداء الدين. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا. اللهم يا رب العالمين، وفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان لما فيه خير البلاد والعباد، وانزع الدنيا والشقاق والحسد والكبر من قلوبهم يا رب العالمين، وارزقهم الصحبة الطيبة والحاشية الطيبة التي تذكرهم وتعينهم على الحق يا رب العالمين. وانزع الدنيا من قلوبنا يا رب العالمين، واجعلها في أيدينا استغناء بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة. اللهم ارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا وعن والدينا وذريتنا وأهلينا، واعف عن أقربائنا وعن آل بيت نبينا وعلمائنا ومشايخنا وذريتهم وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أدخلنا نحن وسائر المسلمين في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا نحن وسائر المسلمين من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، وشفع فينا حبيبنا وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلي فوق بناء الناس بناءه، واجزه خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته يا رب العالمين، وأدخل السرور في قلبه بغفرانك لأمته يا رب العالمين. إن لم نكن أهلا لأن تغفر لنا، فنبيك أهلا لأن تغفر لنا إدخالا للسرور على قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، واجعلنا كما تحب وترضى يا رب العالمين. فوضنا أمرنا إليك وتوكلنا عليك وآمنا بك وأنبنا إليك، فتب علينا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، وفتنة إبليس وشياطين الإنس والجن واليهود والأمريكان ومن والوهم يا رب العالمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين آمنين مطمئنين يا رب العالمين، وأمنا في الحرمين الشريفين يا رب العالمين، ورد إلينا الأقصى يا رب العالمين، وارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، وصلاة في المسجد الأقصى من قبل أن نتوفى يا رب العالمين. وأمنا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين، ووسع علينا وعلى المسلمين يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروا يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.